أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتقرأ ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتقرأ ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وتقرأ ثلاث مرات. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك،
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو داود. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وتقال 3 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني. اللهم إني أسكن تحتي، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها 3 حين يصبح و3 حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. سبحان الله وبحمده. من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله. يقولها 100 مرة في اليوم. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.